بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أتيت إليكم بسر من أسرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا السر لا يعلمه كثيرا من الناس، ولكن يعلمه عباد الله الصالحون المؤمنون المخلصون الصادقون. أود أن أوضح آية في سورة الأحزاب: من الذي يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا التفسير من الشيخ الشعراوي وابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهم ومشايخنا الأفاضل رضي الله عليهم وأرضاهم. يقول الله في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى هو الذي يصلي على نور الأنوار سيدنا محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم. الله سبحانه وتعالى أعطى شرف، الشرف الذي أعطاه الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الصلاة من الله ثناء على حبيبه صلى الله عليه وسلم، ثناءه عليه وذكره بأوصاف جميلة عند الملأ الأعلى والملائكة، هكذا صلاته في الملأ الأعلى وتشريفه وذكره بصفات حميدة عند الملائكة والملأ الأعلى صلى الله عليه وسلم. وهكذا تكون دعاة الملائكة للعبد في مصلاه طالما هو في مصلاه بالمغفرة والرحمة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وصلاة الملائكة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الدعوات والرحمات لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم: ما كان العبد في مصلاه تدعو له الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فمن الملاحظ نجد أن ذكر الآية 56: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سبقت الآية 43 التي تقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فمعنى ذلك أن الله هو الذي يصلي. لو تربط هذه الآية بتلك الآية الأخرى لتجد أن هو التفسير واحد: إن الله وملائكته يصلون على النبي، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذا صلاة الله على عبده، ويدخل فيها رحماته على عباده، ويدخل فيها أيضا رحماته لعباده. معنى ذلك أن الصلاة من الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم أن عند ملائكته ليصلي عليه الملائكة لتنزل الرحمات وأوصاف الله إليه
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا يدل على أن شأن النبي صلى الله عليه وسلم عند الله شأن عظيم، فصلى عليه الله أمام الملائكة بوصفه الحسن الجميل. وعند الآية الأخيرة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لاحظ في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، عندما تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنك تدخل في زمرة المؤمنين عند الله. معنى ذلك أن الذي يصلي على النبي هو المؤمن بالله، أي عندما تصلي وتسلم على رسول الله تكون درجة إيمانك عالية عند الله. يا أيها الذين آمنوا، يعني أنت من الذين آمنوا، بشرط إذا صليت على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومعنى الذين آمنوا، الذين آمنوا بالله وملائكته والكتاب الذي نزل على سيدنا محمد، والإيمان بالقدر خيره وشره. ولكن هنا وقفة، فإن الله يخاطب المؤمنين ويأمرهم أن يصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى في صلاتنا، في عندما نجلس في التشهد في الصلاة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إذا أنت لم تصلي عليه فأنت من الأشقياء وليس من الأتقياء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاته تغفر الذنوب، صلاته تقضي الحاجات، صلاته تستجاب بها الدعوات، صلاته ترفع بها البلايا والبلاوات، صلاته ترفع بها البلايا والبلايات، وصلاته تنزل البركات صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا قلت لأي إنسان أن الصلاة على النبي هي الحل الوحيد لتفريج الكروبات وقضاء الحاجات، فيرد عليك ويقول أنا بصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم، ولكن صلاته ليست بتركيز، أي بمعنى أنه يجلس أمام التلفاز ويقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بدون خلوة وبدون تركيز. لا، المطلوب منك أنك تصلي على الحبيب المصطفى 5 دقائق كل يوم في وقت محدد معين بالصلاة الإبراهيمية. المطلوب منك المواظبة على هذا كل يوم، تجلس في غرفة وتقفل الباب عليك وتصلي على الحبيب المصطفى الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إذا قلت هذا بتركيز كل يوم 5 دقائق
لاحظ الفروقات والمعجزات والرحمات التي تحدث في حياتك، وحل المشكلات وحل جميع المشكلات التي تحدث في حياتك. اسمع لهذا الكلام جيدا وطبقه زي ما أنا قلت كده بالظبط، سوف تجد الرحمات وقضاء الحاجات ومغفرة الذنوب وحل لجميع المشكلات. السر في هذا هو الخلوة والمواظبة كل يوم، وإذا زدت فكان هذا أعظم. فإن الصلاة على النبي تنحل به العقد وتنفرج به الكروب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. فاعلم أخي المؤمن، لا يصلي على الحبيب المصطفى شقي أبدا، بل يصلي على سيدنا محمد عبد سعيد مخلص للأبد. أحبتي في الله، أريد منكم أن تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة الإبراهيمية ما شئتم، قبل صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.